بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى جل شأنه إلهي وحليه جل شلاله: فلما وقت نسوء هالمامين ما يلدي كي ذكروا به ما قص لغواني وحي لغواني أيها الرسوش الشيغيس أو خير هذا مركي أي هالمامين أو كتغين فتحنا عليهم كركولا وحن كفرني أبواب كل شيء شيء والباب دي سنو بلغنا وحن الله بلغي أبواب الغنى يا أبواب العافية يا أبواب الصلدنة وحو الله بلغي الدنيا الباب كي يعافي ما كان الله بلغي الباب كي هنتدى يهود انتنى ماذا الله بلغي غيدا بلغو فيرنا ولجدد مرك محيطها إلهي وحليه مركي هالمامين واندي لو شيئا يي وانفرني الباب دي وحنفرني وحو الله والنعمة الدنيا الباب دي وفرني ولجدد محيطها واستدراج ايقا لغو سبان سبا ايقا لغو سبان سبي مرك النعم كاس ايقو كجرة وإيس هالمانسان على خبائن الغبط حتى إذا وقت فرحوا أي فرحين وفرحوا حلو جدا بمعنى التكبر مرك الفرحين بمعنى تكبروا مرك إسوين إسيين أو كبرين بما الذي كي كبرين أوتوا أيقل السيين أخذناهم بغتة سكة لسان مرك أقبن فإذا مرك أقبنهم أيقوا مبلسون وقوصتين ورحمة إلهي كقوصتين ساسوا إلهي أودي سأقبتا قفوا البقوا إلهي كورت ماذا سبحانه وتعالى محيي إلهي سبحانه وتعالى وفي مركي آن أي هالمامين خيرات في دعودي أنبيادو أي شيغيسي وحن كفرني نعم نعم اللي كفر نعم كي وحال الربعين إلهي وشكريان كبر أيضا كزيات سيدين كبر أي كزيات سيدين مركي ولجدد نعم كان اللي كفرنا وحيهد بل إني إسحاب إسلكتان أو أيها الله السبان سبوه وها ولجدد محيي وفكو أسوى النعمك ودحجر هذه اللبعات أي أتماده وكعيل بنيه وانا كمرق بنيه قف فقيره دباته كدعبي وكعيل بنيه قفك سوى هنتي ميلو بكلا دكتي وميلو ببحوية اللان وميلو بهنتي اتالو سلاح مدة كنا ولان دونتا هدي سكري سمصيب وقوتي ماذا هلاك وكمرق بنيه قفك فقير كان دباته كدعبي وكعيل بنيه مركا نمكا مركا روال الداجي سكري سهدنا الله يسوقت حتى اذا فريق مركا فرحان بمعنى تكبروا بما أي الذي كي أوتوا أيها السياء أي كوكي برين أخذناهم وأنقبنا بغتتنا كوكبنا بغتتنا يعني مبغوتين حالين أيها الكيدي أيها كوكبنا أما وحد كحالين فاعل كأخذنا وحد لها بغتتنا باغتين حال أنكدين أنقبنا أما مفعول به هم كحالين مبغوتين حالين كوكب الكيدي أيها كوكبنا فإذا هم مركان قبنا أيها مبلسونا كوقوستي ورحمة إلهي كوقوستي مركي سلاس الله قبتي فقد عوحا لقوي دابر القوم قوم كعربتو دي والله شرع الذين قوم كاسو ظلموا إلهي ظلم إلهي كذلمي وحق إلهي أليمت سبحانه وتعالى كهريمت والحمد مهضنا لله إله مهض أسغناتي رب العالمين عالمين تربي قول أهايو وحا إلهي اللو قمهد علنا على قدع دابرهما إلهي كمهد سيئ علبتو دي بهدو إلهي جريد عالمين إلهي وقم ماتسين سبحانه وتعالى محايل المربى لنا على القفيري مروح على القفيري حالة الضراء هي بأساء وكو عبرق هذا واي هذا نبروح على القفيري نعمكي وقه كبيري كسيق هذا لماذا أسحال ضد بهدو أي كو عبرق هذا واي فقضي عدابر القوم قومك علبتو دي الله جري الذين كواسوا ظلموا نفتو ظلمي والحمد لله رب العالمين على قدع دابرهم ابتدى الله جري إلى كم حسن سبحانه وتعالى قل واحد كتر عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتم بل كورهما إن أخذ الله إلهي هدو إذن قاضوا سمعكم مقلكين هدو إذن كقاضوا وأبصاركم إنه إذن كقاضوا وختم إلهي أدبالوه على قلوبكم قلوبتين إلهي أدبالوه من قفك إله 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 سو غير الله إله غير كيسا ويأتيكم إلها إذن لا إيمان به بالمأخوذ وحي الله إذن كقاضي ومن السمع والأبصار وختم القلوب سد حديث الشيء والله إذن كقاضي بل سد حديث الشيء ياك أود أوله وإذن كينك لا كستان لقال حبيب لا كستان ذاتك إلهي سبحانه وتعالى وحكته صالينا إلهي وحوليه
bal ka warama hadii hadda dhigahan ilaahay uu idin ka qaado oo aad wax maqli weysaan indhaha ilaahay idin ka qaado indhoolayaal idin ka dhigo qalbigiina ilaahay xirum oo wax uu geli waayo nan qofkeeda ilaahun ilaaha ah ilaahaas oo kayrullaah ilaahay kayrkiisa ah oo yaatiikum ilaahaas idinla imaanaya bihi bil maakhuudi wixii laydinka qaaday oo dhigihii iyo indhihii iyo qalbigii ah yaa idin keenay undur bal fiiri kayfa sidii nusarifu alaayaati aayadaha sidaan ugu kala gedgedinayno marba dhinacaan ka tusayno bal fiiri uma markaan aayadihii dhinacba mar ugu gedinay hum ayagu yasdifuuna waaba kuwa sii jeesanaya si kasta ula hadal qul waxaad ku tiraa nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam araaytakum bal ka warama in ataakum hadduu idiin yimaado cadaabullaahi cadaabka ilaahay hadduu idiin yimaado baktatan baagitan xaal uu yahay mid kedinaya cadaabkaas oo faacilkan ka xaalayni ama sidii oo kale mafcuulka ka xaale in ataakum mabquutiina xaal aad tihiin kuwa la kediyey kuwa la kediyey adinkuo ah cadaabka ilaahay hadduu idiin yimaado ow jahratan jaahiran xaal uu yahay cadaabka ilaahay isagoo cad si cada uu idinla yimaa isagoon kadis ahayn yahay habeenuu idin yimid ama maalinuu idin yimid si waadixu idinkaga yimid oon kadis ba ahayn hal yuhlaku xilligaas ma la halaagi doonaa ila alqowmu qoom maahan qoomkaas oo adaalimuun la daalimiina haddii cadaabka ilaahay yimaado waxa ku baaba'aayo oo la halaagayo waa adinkii qoomkii daalimiinta ahaa wamaa nursilu annagu ma dirno almursaliina rususha la diray ma dirno ilaa mubashiriina kuwa bishaareeya iyo mundiriina kuwa diga xaal ay yihiin mahan rusushaas annagu waxaan ma dirno ilaa inay yihiin kuwa bishaaraynaya oo qofkii rumeeyana janno ugu bishaaraynaya qofkii ayaga ka hor yimaadana cadaab uga digaaya faman qofkii qofkaasoo aamana rusushaas rumeeyey iyo ilaahay wa aslaxa camalkiisa wanaajiyey falaa khawfun cabsi calayhim dadkaa dushooda ma ahaanin walaahum kuwaasina ma ahaanin yaxsanuuna kuwa murugooda oo tiiraanyooda ma ahaanin oo cabsida iyo walwalka iyo tiiraanyada aakhiro waxaa looga badbaadaa aliimaan wa islaaxu lcamal labadaas qadiyo ayaa waxay yihiin sababu najaat iimaan islaaxu lcamal faman aamana wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun waladiina kuwii kadabuu biaayaatina aayadaheenna kuwii beeniyey yamassuhum waxaa taaban doona alcadaabu cadaab bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda sababteeda cadaabka u taabanaa maada mistiriyay caraabni yafsuquuna kuwa faasiqooda ay noqdeen maadaama dad faasiqiina ay noqdeen oo daacadii ilaahay ka baxay waxaa taabanaya cadaabka ilaahay qul waxaad ku tiraa nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam laa aquulu lakum adinka ma idin dhahayo anigu cindii aniga agtayda waxaa ahaaday khasaa'inullaahi ilaahay khasnadihiisii ayaa anigu aan hayaa oo agtayda ahaaday anigu ma idin dhahayo waxay jawaabu tahay marka ay leeyihiin ma mucjizooyin lagu soo dejiyo sidii ambiyadii hore mucjizooyin lagu soo dejin jiray mucjizooyin maa lagu soo dejiyo waxaa la yidhi jawaabkeedu waxaad ku tidhaahaa khasnadaha ilaahay oo mucjizooyinka laga soo dejiyo anigu ma hayo ilaahay awooddiisay ku jirtaa subxaana wa tacaala haddii mucjizooyin la soo dejinaayo rabbiyaa haaya khasnadaha ilaahay awoodda ilaahay khasnadaheeda anigu ma hayo khasnadaha laga soo dejiyo mucjizooyinka laga soo dejiyo anigu ma hayo qul waxaa tiraa laa aquulu lakum adinka ma idin dhahayo cindii agtayda waxaa yaalla khasaa'inullah khasnadaha ilaahay ee agtayda yaalla anigu ma idin dhahayo walaa aclamu aniguna ma ogi alkayba waxa kaybka ah oo maqan ma ogi wixii ilaahay uu ogeysiiyey kaybka unbaan ka ogahay walaa aquulu mana dhahayo lakum adinka idin dhihi maayo innii anigu malakun malagaan ah maxaa yeele nabigu waxay ku eedaynaayeen sala allahu aleyh wasalam waa bini aadam annagoo kale ah haddaad malag ahaan lahayd waan ku rumayn lahay markaasa waxaad yidhi waxaad ku tidhaahaa anigu haddaba waxaan leeyahay malag ma is bini aadamana haddaad rumaysaan adinka idinkugu jirta haddana haddaad beenisaanna adinkaa ku halaagsamaayo walaa aquulu lakum idinka ma idin dhahayo innii anigu malakun malagaan ahay idin dhihi maayo waa basharaan ahay ilaahay uu soo diray subxaanahu watacaala in attabicu maa attabicu anigu ma raacayo ilaa maa iladii qur-aankii maahane yuuxaa ilaya yuuxaa huwa maagaas oo qur-aanka ah ilaya xaggayga la ii waxyoonaayo anigu qur-aankaas wuxuu ifaro unbaan raacay qul waxaad ku tiraa nabiyullaahi maxamedu sala allahu aleyh wasalam hal yastawii ma siman yihiin alacmaa qof indhoolo ah waa qofkii gaalka ahaa ee baadiyasnaawo iyo walbasiiru qof wax arkaaya
labadaas ma siman yihiin? Yacni waa dad indhala. Iimaankuna waxa weeye qofka ka dhigaa qof indhala, qof waxaan leeyahay wax arkaya oo qalbigiisu furan yahay oo indhihiisu ay furan yihiin ayuu iimaanku uu ka dhigaa. Afalaa tatafakkaruun, war maadinkaan fikrayni, maadinkaan caqli lahayn, dhinac walbaa wax ilaahay idinkugu sheegay subxaanahu watacaala. Wa andir dig nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyhi wasalam bihi qur'aankan, alladiina kuwii ku dig, alladiina kuwii qur'aanka ugu dig, yakhaafuuna ka cabsanaaya, an yuxsharuu in la shiriyo ka cabsanaaya, ilaa rabbihim xagga rabbigooda loo soo shiriyo. qur'aankan wuxuu anfacahaa la yidhi nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyhi wasalam dadka ka baqaaya xagga rabbiga ama lagu soo shiriyaa oo rabbiga ku xisaabiya oo xisaabta aad ku dhacda. dadka saas walwalkaas hayo, dadkaas qur'aanka ugu digaa la yidhi, u sheeg dadkaas. maxaa yeelay dadkan ka cabsan maayaan xashriga ilaahay iyo qiyaamaha ka baqi maayaan iyaga. wa andir bihi qur'aankan ugu dig, alladiina kuwii ugu dig qur'aanka, yakhaafuuna ka baqaaya, an yuxsharuu ilaa rabbihim, xagga rabbigood in loo soo shiriyo oo lala xisaabtamo. qof walwalkaas hayo, qofkaasaa qur'aankan ku nafcinaayo. laysa lahum, laysa xaal lahum dadkaas oo rabbigood ka baqaaya, min duunihi ilaahay ka sokay weliyun uusan u ahaanin ruux arrinkooda tawaliyo, arrinkooda maamula oo ilaahay ka sokeeyo ma jiro. walaa shafiicun mid u shafeeca iyaga oo ilaahay uga ergeynayaana ma jiro. lacallahum waxay mudanyihiin yattaquuna inay ilaahay ka baqaan. oo jumladaas waan xaalaynay, waxaa kaloo banaan jumla mustanafa inaan ka dhigno, jumla mustanafa inaan ka dhigno oo markaa la yidhaaho waxaa loo celinaa kuwii daalimiinta ahaa oo xaqa diiday. laysa lahum lidaalimiin, war cusubaan ka dhigno markaa mustanafa, kuwa daalimiinta uma ahaanin min duunihi ilaahay ka sokeeyo weliyun ruux arrinkooda tawaliyo, arrinkooda maamula malahan. walaa shafiicun mid ayaga u ergeeya oo u shafeeca qiyaamo oo ilaahay ka celinaya cadaabkiisana malahan. lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay ilaahay ka baqaan. lacallahumtan marka waxay la socotaa wa andir bihi, wa andir bihi alladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim. qur'aanka waxaad ugu digtaa kuwa rabbigood ka baqaaya. oo maxay ka helayaan haddii qur'aankan loo sheego kuwaas? lacallahum yattaquun, lacallahum waxaa suurtagalay mudan yihiin haddaad qur'aankan ugu digto yattaquuna inay ilaahay ka cabsadaan. walaa tadrudi alladiina, kuwii ha eryin nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyhi wasalam yadcuuna rabbahum rabbigood caabudaaya bilqadaati aroortii ilaahay caabudaaya walcashiyi galabtiina ilaahay caabudaaya yuriiduuna xaal wajahu ilaahay wejigiisa ay doonayaan kuwaas ha eryin. aayaddaas oo nusulkeedu waxay ahayd niman heer quraysh iyo kuwo gaalaah oo kale issoo bahaystay ayaa nabigeena u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam. markaas waxay yidhahaan rasuulka ilaahay inaad yacni kula shirno ayaan doonaynaa, laakiin kuwan haddana inaan la fadhiisanno xoogaa nafteennu ma jeclaysanayso. waa meesha markaa waxaa fadhiyay bilaal iyo suhayb iyo salmaan ulfarisi iyo fuqaraa ulmuslimiin, dadkii saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam iska saboolka ahaa oo markaa dharkooda uusan markaa qurux badnayn, jirkooda uusan sidaa u qurux badnayn, kuwaasay yacni ka kibraayeen. marka kuwan xagga nooga eri oo meesha ka saar, haddaad kuwa iska eriso markaas waa kula shirayna waa kula fariisanayna, laakiin kuwan meel lama fariisan karno, waa kibir iyo santaag markaa dadka muminiinta ay ka santaagayaan. marka wuxuu damcay nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaaho bal xoogaa banaanka u baxa nimankiina, isagoo markaas rajaynaya bal amay intaa kusoo hanuunaan kuwan gaalada ah, bal amay soo hanuunaan. ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam albaab kastuu u garaacayay si ay kusoo hanuunaan, bal hadday intaas xataa ay ku hanuuni karaan ama tiraaha banaanka u baxo bal dhinaca aada dadkii muuminiinta ay fuqarada ahaa. intuusan ilaahay dhihin baxa uusan dhihin aayaddana ilaahay soo dejiyey subxaana watacaala. walaa tadrudi alladiina, kuwii ha eryin nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyhi wasalam yadcuuna rabbahum rabbigood caabudaaya bilqadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii cibaadada ilaahay ku mashquulsan yuriiduuna xaal ay doonayaan wajahu ilaahay wejigiisa doonayaan ilaahay caabudaaya subax kasta iyo galab walba dar ilaahay ka tahay cibaadada. qofna magac ugama rabaan, qof kale weji ugama rabaan, ilaahay dartiisay rabaan inay subxaanahu watacaala ay u caabudaan. kuwaasaa eryin. maa calayka dushaada ma saara min shay-in ay shay-un, wax shayo dushaada ka saaran ma leh, min xisaabihim xisaabkooda dushaada waxba kama saaran. damiirkaas laba meelood baa loo celiyaa,
in loo celiyo kuwii daalimiinta ahay oo doonaya aan kula shirno kuwii dhahayay. Marka macnuhu wuxuu noqon, maa calayka korkaaga ma ahaanin nabiyullaahi maxamed sal allahu aleyh wasalam min xisaabihi min shayin ay shayu oo min shayin, taas waa mubtada calaykana khabarkii wey, mintu waa zaaidu. Min xisaabihimna waxaan ka xaalaynaynaa shay, maa calayka korkaaga ma ahaanin min shayin ay shayun, shay dushaada ma ahaanin. Min xisaabihim xisaabi daalimiin, kuwaa daalimiinta xisaabkooda xisaabkaa xaggiisa xaal shaygu uu ka ahaaday wax kaa saaran male. Haddii iyaga kuwan maxaad u eriyi wey, haddii xataa iyaga la cadaabo aakhiro, adiga miyaa lagu xisaabinaya cadaabkooda? Xaqii waad u sheegtay, iyagana ku gacan sayray bis, wax adiga lagaa weydiinayo xisaabkooda iyo cadaabkooda malahan. Wamaa min xisaabika, adiga xisaabkaagana calayhim, wamaa min xisaabika xisaabkaagana min shay-in shay ma ahaanin, calayhim dushoodana shay kama ahaanin xisaabkaaga. Yacni ulajeedada maxay tahay? Adigana xisaabkaaga iyo khayraadkaaga iyo barakaadka ilaahay uku siiyana iyagana waxba laga weydiin maayo, adigana haddii iyaga la cadaabo waxba lagaa su-aali maayo. Marka wax yacni nimankan idinka dhexeeya ma jiraane, xaqii waad u sheegtay, laakiin iyaga dartood mu'miniinta ha u eriyo. Waxaa kale loo celiyaa min xisaabihimta caabidiintii, kuwan caabidiinaya, alladiina yadcuuna rabbahum, taas maa calayka korkaaga ma ahaanin min xisaabihim xisaabi alcaabidiin, kuwaas rabbigooda caabudaya xisaabkooda min shayin ay shay, korkaaga wax ka saaran malahan. ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa ay hayaan. Haddii ilaahay risqi uu la doonaayo, ilaahay dushooda risqi uu kusoo shabi karaa, laakiin masaalix iyo xikmad ilaahay uu kaleeyahay sidan ilaahay yeelay subxaanahu watacaala. Wamaa min xisaabika, adiga xisaabtaadana calayhim korkooda min shayin ay shay, shay adigana xisaabka korkooda kama ahaanin xisaabtaadana iyaga la warsan maayo. oo fatadruddahum, aada eriso markaas, haddaad eriso waa jawaabtii maadaas nafiga jawaabteedii way, fatadruddahum oo fatadruddahum aada eriso markaas, haddaad eriso fatakuuna waxaad ahaanay min adaalimiin, kuwa daalimiintaad kamid noqon. oo nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi nimankan yacni iyagu iskibrinaaya ee isla qab weyn mu'miniinta dartood ha u eriyo. wakadalika, sidaas ayaan fatannaa u imtixaanay bacdahum, dadka qaarkood bibacdin qaarka kale aan u imtixaanay, oon ugu fidnayn. yacni fidnada waxaa loola jeedaa alibtilaa, dadka barkood barka kalean ku imtixaanay, oon ku ibtilaynay. oo maxay tahay? kii qaniga ahaa waxaa lagu imtixaanay faqiirka, bal inuu ka kibraayo, inuu maaragtaa ka santaagaayo, inuu u tawaaducayuu leeyahay aniga isagoo isku midaannahay, kanna isagana waxaa faqiir looga dhigay xikmad ilaahay uu doonayo, anigana waxaa ilaahay qani iga dhigay xikmad ilaahay uu doonayo, wax aan kala nahay malahan, bal inuu yidhaaho inuu kasantaaga la fiirin. wakadalika, sidaas ayaan fatannaa bacdahum, dadka qaarkood bibacdin qaarka kale aan ugu imtixaanay. dadku waa isku imtixaanan yihiin, qanigii waxaa lagu imtixaanay faqiirkii, faqiirkaasna wuxuu ku imtixaanan yahay qanigii, kii caafimaadka qabiyaasna waxaa lagu imtixaanay midka xanuunsanayo, bal inuu caafimaadkiisa uga kibro iyo in kale, kan caalimka waxaa lagu imtixaanay midkii jaahilka ahaa, bal inuu jaahilka ku kibro, inuu xaqii u sheegi waayo, inuu xaqii ka qariyo, inuu yaso, inuu ku jeesjeeso. dadka waxa weeye dabaqaadka waxaa loo kala sameeyey bal in laysku fiiriyo iyaga, kan kibraaya midka nicamka ilaahay subxaanahu watacaala aan ka shukrinayni. wakadalika, sidaas ayaan fatannaa bacdahum, dadka qaarkood bibacdi qaar kale ugu imtixaanay. maxaan ugu imtixaanay? liyaquuluu, inay yidhaahaanaan u imtixaanay, ahaa ulaa'i, kuwan miya manna allaahu calayhim, ilaahay korkooda uu galladaystay, bilhidaayati, hanuunin ilaahay uu ku galladaystay, min beynina, annaga dhexdeen miya kuwan ilaahay hanuunin ku galladaystay. waxyaalaha yacni hadallada jeesjeeska ay ku hadli jireen ay ka mid tahayo waxay leeyihiin, ilaa iyaga imtixaana haystee kuwa sidaa dharkooda u yaallo oo fuqaradaha saboolka ah, miyaa korkeenna ilaahay ku mannaystay oo nala ka doorto hidaaye iyaga lagu khaas yeelay? yacni waxay leeyihiin waxaan hidaaye ma ah, hadday hidaaye ahaan lahayd waxaan ay haystaan annagaa ka buurbuuran, annagaa ka hanti badan, annagaa ka lacag badan, hidaayada annaga nala siin laha ee waxay haystaanan iimaan iyo hidaaye ahayn. maxaa layigu mawaasiin miisaan khaldanay wataan, oo miisaanka khaldan ay wataan waxa weeye maalkaas iyo quruxdaas iyo daldalaalka adduunyada ayay waxay u maleeyaan in wax lagu miisaamo, in kaas wax lagu miisaamo ayay u maleeyaan. markaas waxay leeyihiin, ahaa ulaa'i, kuwan miya manna allaahu calayhim, ilaahay uu galladaystay, bilhidaaya,
هداية مكوان إلهي كون قلت من بيننا وكوان هدي وحو أي وطان هداية نقل له أنا قلنا لسين الهو فهداية سنهي وحي وطانه فهؤلاء كوان ميا من الله عليهم كركود إلهي قلت من بيننا لحدان وكقلت أليس الله إلهي وحو يري أليس الله إلهي ما أهمية لأعلم متك علم بدن بالشاكرين هو إلهي كشكرنا يسو إلهي موغا وعلى هدايته وكشكرنا يعني كوان يسايا وشاكرين أفرلاتن ساعة إلهي إيمانك إيه هداية وكشكرنا كوان إيمانك يبلغ كري لأي إلهي وأكسوية هدتك أهلك وآه هداية وإذا جاءك الذين كوي هدي كوي مالان يؤمنون بآياتنا آيادهن الرميسا فقلوا حد كتراها سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة خاص به هأريل انت هأريل هذا هذا كان قروح هذا بضانه قلبي قوضة قبو جنية وقلبي قوضة خير في القلنة كله وإذا جاءك الذين كوي هذي كوي مالان يؤمنون بآياتنا آياته أنه رميسا فقل له سلام عليكم ساس كله لابد قلي الدشي انها هات كتب ربكم ربقين وحو قري على نفسه نفتي سأكو قري الرحمة الحريص إلهي الرحمة إذن هيا سبحانه وتعالى ما دام أتين ضد أهل الإيمان أنه لأنهم حايالي من قفك يقفك سوء عمل عمل فلي قفك سوء منكم أدينك إذن كمدا سوءا حما تعمل فلي بجهالة ملتبسا حال وكل هيا بجهالة جهل إلا قفك عالم كستهن غضو إنتو إلهي عاصنا وجاهل عند الله إلهي أكتس الجاهل وكي علمك سشاوة إنت كل حجرتي الذنبي معاصلة وحتى جاهل أو كلام دام أذن كل نفع وحي إلهي كبري سبحانه وتعالى أنه لأنهم حي لمن عمل قفك السماء قفك أصوى منكم إذا كمدا سوءا حمات السماء بجهالة جاهل لما حالوا كل هاي ثم مركوا حمات السماء كبعدي هذا طوبتك أنا من بعده من بعد عمله السوء مركوا حمات السماء كبعدي طوبتك أنا وأصلح عمله وعمل كيسين هقاجيي فأنه إلهي غفور الله دافع بدن ورحيم إن حريص بدن إله هو دافع إن حريص كل هاللي ذاك المؤمنين سأوجب بالشارع وحترها سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة هكيل إن ما ركت يكون لها يأري هكيل وكذلك السلاس أي أن نفصل الآيات آياتها أكل صارنا أكل بحبنا آياتها وان كلا صارني وان كلا عديني محان سيدة آياته كلا سارسارينا لتعتبر بها سلق عبرقات آياته إلهي إيه ولتستبين إلي عداته سبيل المجرمين كوة دنبيل ياشاه وضده دون إلي عداته وجدكو أسان اسكو قسمين ضدكو إذن اسكو قسمين وكذلك سيدة أسان نفصل الآيات آياته كلا سارسارنا ولتستبين فعل كان وحن كو عطفين فعل محدوفة محال ماشي اللوس وغدري يعني لتعتبروا بها سيادوا عبر قادتان آيادها إيه ولتستبين إني عداته سبيل المجرمين كو مجرمين تا وضغدون إني عداته يعني لا يحلي آيادها وحنوك لصار صار إنا لبقى السلاة لقليه إن ذاتك مؤمنين تا آيادها يكو عبر قادتان كو تنلبادوا حوي ذاتك مجرمين تا وضغدون إني قيحانتها أي عدد مرك وضلي هدي لقيح فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مرك لا جيت في ولا عدي كنا وعي هاي كنا وناكسين هاي يريد كيف كره مرك وضل إيمانك هالراعو كيف كله عنه مرك وضل بعدي ده هالراعو قلوا حتى لها النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إني أنا نبيت وحال لي جر هذي أنا أعبد الذين كوي إن أنا عابده تدعون من دون الله إلهي كسكوا أدعى عبد إنسان كواس إن أنا عابده أنا إلهي خب جاي وأجر هذي كل واحد إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لا أتبع أنو من راعي أهواءكم وحيالها أزعشه واحد زعشين إلهي إلا خلافه ودل أتكو جرتان وكلا إلا إذن كل جره أي أزعشهين واحد زعشين من راعي هودين قد حقيقة ضللت وان بلومي إذن وقت قاس يعني إذا اتبعت أهواءكم هدام بواحد زعشين من راعه مركز وان بلومي وما أنا أنونا من المهتدين كو هنسمى مركز كميد ماهيد كل واحد كتير عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إني أنو على بينة حجة عد أيان كدو سغنا حجة سعد من ربي حق ربي كأهات إن أنتو سنة هاي أو إله رسول كيس آن هاي وحجة عد أيانو هاي استاساس كلها الليل
والحال أن حجدا سعد كدوس ونهاي كذبتم أذنكم أذبينسين به بربي أنا حجع لهم كسونا لك إذنك حال الدين وحوي إن ربي قيد بينسين ما عندي أنا أكتر إذا ما أهانن ما شيء شيء سو تستعجلون به شيء أدك سنيسين وحا أدك سنيسين وذلذي محايا المركي عذاب إله الله شيء وحديه جرين ما هدي ما هذا عذاب هذا ما نلا عذاب إلهي مركي سبحانه وتعالى وحليه وحد كترها وحا أدلذي إن عذابك هنا لو سو الددجيو أنا قعنتي لعذابك كمجره إن الحكم ما الحكم حكمكم ما أهان إلا لله إله مهان حكمك عذابك إله هايسته يقص إلهي وحو كهد لا القول الحق الحق لا سوحن كسفيني مصدر محذوف يقص بمعنى يقول يقص إلهي وحو كهد لا القول الحق قول حق أي إلهي كهد لا سبحانه وتعالى أما يقضي إلهي وحو حكما الحق القضاء الحق قال أبي عمر يقضي إلهي وحو حكما القضاء حكم حكم كاسو الحق حق أما يقص بمعنى يقول إلهي وحو كهد لا القول الحق هذا الحق إلهي كهد لا وهو إلهينا خير الفاصلين هو وحك لسارة وحتى يبادلك كلسارة إستغى خير بضن ربي سبحانه وتعالى إستغى أنك لسارة حتى يبادلك marka waxaan aad leedahay ma nala soo dadajiyo cadaabka ma nala soo dadajiyo jawaabteedina waa tan hal waxaad ku tiraa law anna indi aniga agteeda ma shay hadu ahaan laha shaygaas oo tastaajiluna bihi aad degdegsanaysiin oo cadaabka la qudeyo amru arinki waa wal xukumi lahayba bayni aniga dhexdeeda iyo bayna ku aniga dhexdeena arinki waa dhamaan lahayba hadan gacanta ku hayaan oo cadaabka hayaabka waxa degdegsan hadii gacanta anigu igu jiro saacadana baa idin ku dajilahay aakhiraba idin lama sugeyn لكن نسيبكم إلهي كعنت يسوك جرى سبحانه وتعالى عذابكم أنا ما هي واحد شيء بسن كل واحد تراها لو أن عندي أنا أكتئ ما شيء هذو هلا شيء قصو تستعجلون به شيء قدك دك سنين وعذاب كيا لقضي الأمر أرنك والله حكم له بيني لحد إذا يو بينكم لحد والله كلام لحد هيدا سعد أنا بعذاب إن كنت جن لا أنا وهذا هيو يعذب لكن والله إلهي هيا أعلمك علمي بدن بالظالمين ظالمين إلهك سبحانه الله سبحانه وتعالى أعلم وجل.